تواصل الدورة 21 من مهرجان تريكور الدولي الفرنسي للأفلام القصيرة جدا فعالياتها، والتي تستمر حتى 16 من يونيو الجاري بالجامعة البريطانية بالقاهرة برعاية قناة تن. ويفتح المهرجان الباب أمام 3000 فيلم روائي ووثائقي ورسوم متحركة من حول العالم، كما يحظى بدعم من مؤسسات ثقافية كبرى مثل مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة بالقاهرة والإسكندرية وأيضا المعهد الفرنسي. ده دور فرنسا تحديدا، ولازم يكون في المبادرة من المعهد الفرنسي بتبني مثل هذه الأعمال وهذه المهرجانات، خاصة وأن الأفلام القصيرة جدا ليس لها يعني انتشار، وهو شايف ان ده احد ادوار المهمه بالنسبه للمعهد الفرنسي هنا في الاسكندريه. احنا بدانا مع مهرجان الافلام القصيره جدا في 2015، يمكن شفنا وتبنينا المهرجان من اول ما جاء اسكندريه، شفنا تفاعل الشباب معاه. في الاول كان المهرجان مش معروف في اسكندريه، يمكن كان عندنا نسبه الجمهور مش النسبه المتوقعه. النهارده مبسوطين ان احنا شايفين ان نسبه الحضور عاليه جدا، شايفين دعم مؤسسات اخرى كالجامعات زي الجامعه البريطانيه للمهرجان. خلال الحضور قبل كده كذا دوره في المهرجان، فكان نفسي اشارك بقى في الدوره دي، الدوره الجديده بتاعت المهرجان يعني. وبصراحه المهرجان لا بيتطور كل سنه، بيتطور عن السنه اللي قبلها، المشاركات بتزيد، الحضور نفسه بيزيد. لما نعمل الفكره ونطرحها في مده قصيره جدا زمنيا زي 3 دقائق او 5 دقائق، ده شكل من اشكال الفن اتطور اعتمادا على فنون وعلوم اخرى زي فن الاعلان، زي اشكال تانية من الفن بتتعامل مع طرح الفكرة بشكل مكثف جدا في فترة زمنية قليلة جدا.